اول شيء انا فرحان بزاف اليوم بالتحقيق ديالي هذه النتيجه الايجابيه، منها الفوز في السباق، كذلك منها تحطيم الرقم القياسي ديالي. فكنت كنطمح بانني نحطم الرقم القياسي العالمي، لكن ما استطعتش. هذا سبب راجع لشيء واحد اللي هو كنقولوا ما كانوش الامي في المستوى اليوم. قررت انني نتبع الوجبه التقنيه اللي كانت جديده في السباق، فمشيت معها حتى الاخر الامطار، ولكن ما استطعتش نفوز عليها. فان شاء الله كنتمنى الملتقيات الجايه نقدر نحطم الرقم القياسي العالمي، والحمد لله هذه بدايه موفقه ليا ان شاء الله باش نمشي ندافع على اللقب العالمي ديالي ان شاء الله. بالفعل هذا داخل كذلك بانه بعدا نحطم الرقم القياسي، لان ما كانوش منافسين كبار معايا في السباق، فان شاء الله نتمنى تحقق هذا الشيء في سباق اخر، ولما لا تحطم رقم قياسي اخر. فصراحه انا بعد ملتقى الدوحه هذه السنه فقررت انا المدرب انني نحاوله، ورغم ان ولا احد كيحاول يحطم الرقم القياسي في ملتقى الرباط، فاحنا قررنا باش اننا نحطم الرقم القياسي هنايا. وكانت بادره طيبه لنا، لانني فضلت انني نحطمه وسط البلد ديالي وامام الجماهير المغربيه، وكذلك شيء كبير اللي كان اليوم هو حضور الاهل ديالي في المدرجات اللي عطاني واحد الدفعه كبيره. فشكرا لكل من ساهم صغيره كبيره في هذا الملتقى. ان شاء الله كما ديما غادي ندافع على الحظوظ ديالي، وغادي نحاول نحافظ على اللقب العالمي ديال السنه الماضيه ان شاء الله. شكرا.